بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة الصافات، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن تلك المحاورات التي دارت بين سيدنا إبراهيم وبين قومه، وانتهت تلك المحاورات بأن حطم سيدنا إبراهيم الأصنام التي كان يعبدها قومه، وهم تآمروا عليه وقالوا ابنوا له بنيانا، يعني ابنوا له بناء وأضرموه بالنار، أملأوه بالنار وألقوا بسيدنا إبراهيم في النار. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ولكن الله تعالى بفضله وبمشيئته وبإنعامه على سيدنا إبراهيم نجى سيدنا إبراهيم من هذه النار، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الآيات التي في سورة الأنبياء، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ده في سورة الأنبياء. هنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بعد ذلك انتقلت السورة إلى موضوع آخر، نجى الله عز وجل سيدنا إبراهيم، لكنه أراد أن ينتقل إلى قوم آخرين لكي ينصحهم ولكي يرشدهم إلى إخلاص العبادة لله، بعد أن مكث في هؤلاء الذين أرادوا به كيدا مدة لا يعلمها إلا الله. أراد سيدنا إبراهيم أن ينتقل إلى قوم آخرين لكي يدعوهم أيضا إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. أي قال إبراهيم بعد أن نجاه الله تعالى من كيد أعدائه، إني ذاهب إلى ربي. إيه معنى إني ذاهب إلى ربي يا جماعة؟ إيه معنى إني ذاهب إلى ربي؟ أي إني ذاهب إلى المكان الذي أمرني ربي بالسير إليه، واضح؟ وقال إني ذاهب إلى ربي، أي إني ذاهب إلى المكان الذي أمرني ربي بأن أنتقل إليه لكي أدعو أناسا آخرين غير هؤلاء إلى وحدانية الله عز وجل. ولذا قلنا في تفسير هذه الآية، قال إبراهيم بعد أن نجاه الله من كيد أعدائه، إني ذاهب إلى ربي، أي إلى المكان الذي أمرني ربي بالسير فيه، وهو بلاد الشام. كان ذلك الذي حدث بينه وبين قومه قبل ذلك، ده في العراق، انتقل إلى بلاد الشام. سيدنا إبراهيم كان كثير التنقل إلى أماكن متعددة من أجل دعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله وإلى التحلي بمكارم الأخلاق. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ذاهب إلى المكان الذي أمرني ربي بالسير إليه، وهو بلاد الشام، وقد تكفل بهدايتي. سيهدين
يعني وقد تكفل سبحانه وتعالى بهدايتي إلى ما فيه صلاح ديني وصلاح دنياي. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة من المشركين، وأول من فعل ذلك هو سيدنا إبراهيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ثم تضرع إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن سأل ربه المزيد من الهداية، نراه في قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي، شوف بالسين التأكيد سيهدين، يعني أن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يهديني وكفيل بأن الله يزيدني من الهداية. ثم أضاف إلى هذا الأمل الكبير في هداية الله أملا آخر، أملا آخر، فماذا قال؟ قال رب هب لي من الصالحين، أي يا رب كما هديتني إلى الطريق المستقيم وقلت لي أسلم فأسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بكلمة التوحيد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف الإيمان العميق، الإيمان الراسخ كان في قلب سيدنا إبراهيم عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى إمامهم الصلاة والسلام. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إني ذاهب إلى الطريق الذي أمرني أو إلى المكان الذي أمرني ربي بالذهاب إليه، وهو سبحانه قد هداني وأسأله المزيد من هذه الهداية. ثم أضاف إلى ذلك يا رب كما أنك ملأت قلبي بالهداية، واضح هذا الكلام، كما أنك يا ربي ملأت قلبي بالهداية فأريد شيئا آخر، أريد ابنا من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. ثم أضاف إلى هذا الأمل الكبير وهو الهداية أملا آخر، وهو منحه الذرية الصالحة، فقال رب هب لي من الصالحين. أجاب الله دعاءه أم لا؟ أجاب الله عز وجل دعاءه هكذا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وما دام الأمر كذلك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن سيدنا إبراهيم التمس من الله عز وجل أمرين، الأمر الأول زيادة الهداية، والأمر الثاني أن يرزقه الله بالذرية الصالحة. رب هب لي من الصالحين، وسيدنا إبراهيم كما قلنا دعا بقلب سليم، أليس كذلك؟ ومن دعا الله بقلب سليم الله يجيب دعاه ولا لا؟ يجيب. فبشرناه بالفاء، بالفاء اللي تدل على ايه؟ التعقيب، يعني بمجرد إبراهيم ما سأل الله عز وجل رب هب لي من الصالحين جاءت الإجابة ورزقه الله سبحانه وتعالى. فبشرناه بغلام حليم، ويبقى المعنى فاستجبنا لإبراهيم دعاءه
مش كده؟ فاستجبنا لإبراهيم دعاءه فبشرناه على لسان ملائكتنا بغلام موصوف بإيه؟ بالحلم وبمكارم الأخلاق. واضح يا جماعة؟ انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي في نفس الوقت بنت ما دام هذا الداعي قد أخلص الدعوة لمين؟ لله عز وجل. فبشرناه بغلام حليم. وصاحب الكشاف رحمه الله الإمام الزمخشري يعلق على هذه الآية فيقول: وقد انطوت البشارة، فبشرناه وقد انطوت البشارة على ثلاثة أمور. الأول على أن الولد غلام، وأنه ذكر، وأنه يبلغ الحلم، لأن الغلام معناها أنه هو قارب إيه؟ وقت البلوغ، وأنه يكون حليما. يبقى بشارة تسعد القلب ولا لا؟ بشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، وهذا الغلام الحليم هو مين يا أخوانا؟ هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. هو سيدنا إسماعيل، وأمه مين؟ السيدة هاجر. فبشرناه بغلام حليم وهو سيدنا إسماعيل. والفاء في قوله فلما بلغ معه السعي، اللي بنسميها الفاء إيه؟ الفصيحة، اللي تفصح عن وتقرير الكلام. ونشأ الغلام وتقدم في السن ووصل إلى إيه؟ إلى السن الذي يساعد أباه. بلغ معه السعي، يعني بلغ سيدنا إسماعيل من السن مبلغا يستطيع أن يساعد إيه؟ أباه. هذا معنى فلما بلغ معه السعي، أي بشرناه بهذا الغلام الحليم. ثم عاش هذا الغلام، ثم عاش هذا الغلام حتى بلغ السن التي في إمكانه أن يسعى معه فيها. يعني سيدنا إبراهيم يسير وإلى جانبه مين؟ هذه معنى السعي، يعني يسير إلى جانبه ليساعده في مطالب الحياة. هذه معنى فلما بلغ معه السعي. قيل كانت سن سيدنا إسماعيل في ذلك الوقت 13 سنة. فلما بلغ معه السعي، أي فلما بلغ الغلام مع أبيه هذه السن، قال الأب لابنه، ونبدأ في الأمور التي يعني لها أثرها في الإيمان وفي حسن الصلة بالله عز وجل. قال يا بني، أي قال الأب لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي إني أرى في منامي أني أذبحك، فانظر ماذا ترى في شأن نفسك، فانظر ماذا ترى في شأن نفسك. رؤيا الأنبياء حق. رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح سيدنا إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. طيب إيه معنى فانظر ماذا ترى؟ هل هنا المقصود المشورة، بحيث أنه لو سيدنا إسماعيل قال له لا لا تفعل يبقى لا يفعل؟ لا، قال لك وإنما شاوره، مع أنه سينفذ ما أمره الله، سينفذ ما أمره الله. طب ما شاوره ليه؟ قال لك شاوره مع أنه سينفذ سيدنا إبراهيم ما رآه في منامه، في سواء رضي إسماعيل أم لم يرضى، لأن في هذه المشاورة إعلاما له بما إيه؟ بما رآه.
رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أي فاعلم بأن هذا المنام حق ورؤيا الأنبياء حق. فشاوره لكي يتقبل سيدنا إسماعيل ذلك بثبات وصبر، وليكون نزول هذا الأمر عليه أهون، وليختبر سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل في عزمه وفي إيمانه وفي حسن صلته بإيه؟ بخالقه عز وجل. قال يا فسيدنا إسماعيل ما كان منه إلا أن قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات حكاية لما رد به إسماعيل على أبيه، وهو رد يدل على أي شيء يا أخوانا؟ كون سيدنا إسماعيل يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، يعني نفذ يا أبت ما رأيته في إيه؟ في نومك. ستجدني إن شاء الله من، شوف تقديم المشيئة تبركا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الرد يدل على علو كعبه في الثبات وفي احتمال البلاء وفي الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الرد ثم قال الابن لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، يعني ما تؤمر به من خالقك عز وجل ولا تتردد في ذلك، وستجدني إن شاء الله من الصابرين على قضاء الله عز وجل. طب على أي شيء يدل هذا الرد يا أخوانا؟ على أي شيء؟ قال لك وهذا الرد مع ما فيه من سمو الأدب حيث قدم مشيئة الله، ستجدني إن شاء الله، شوف قدم مشيئة الله ونسب الفضل إلى الله، ونسب الفضل إلى الله عز وجل، واستعان بالله في أن يجعله من الصابرين على البلاء. ونعلق على هذا الرد الذي فيه ما فيه من العبر والعظات فنقول وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يلهمهم الله في جميع مراحل حياتهم ما يجعلهم في إيه يا أخوانا؟ في أسمى درجات الفضل، في أسمى ما يجعلهم في أعلى درجات السمو النفسي واليقين القلبي والكمال الخلقي. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طب ماذا بين القرآن بعد ذلك؟ الجواب ثم بين سبحانه بعد ذلك ما كان من الابن وأبيه، فقال تعالى فلما أسلما وتله للجبين. إيه معنى فلما أسلما وتله للجبين؟ معنى فلما أسلما يعني أسلم الأب ابنه لإيه؟ للذبح. وأسلم الابن نفسه لمين؟ أدي معنى فلما أسلم، أسلم الأب ابنه للذبح، وأسلم الابن أمره لمين؟ لخالقه عز وجل. ولذلك قلنا وقوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أسلم بمعنى استسلم وانقاد لأمر الله، سلم الذبيح نفسه لله، وسلم الأب ابنه لله عز وجل. وتله أي صرعه وأسخطه، هذه معنى إيه؟ تله. فلما أسلم وتله للجبين يعني ألقى به على إيه؟ على الأرض.
وأصل التل الرمي على التل وهو الرمي الكثيف، أي ويكون المعنى فلما استسلم الأب والابن لأمر الله وصرع الأب ابنه على شقه على جنبه وجعل جبينه على الأرض واستعد الأب لذبح ابنه، كان ما كان. فين الجواب؟ فين الجواب؟ الجواب كان ما كان من فضل الله تهويل، لأن ده موقف، هذا الموقف لا يستطيع أن يقفه إلا الأنبياء. لما أسلم الابن أمره لله وأسلم الأب أمره لله جاء الفرج. جاء إيه؟ الفرج. فلما أسلم وتله للجبين كان منا ما كان من رحمة بهما ومن إكرام من الله لهما ومن إعلاء لقدرهما. فلما أسلم وتله للجبين، هنا جاء النداء من الله لسيدنا إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي وعندما صرع إبراهيم ابنه ليذبحه واستسلم لأمرنا نادينا إبراهيم. النداء من الله عز وجل، نادى الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه نبيه إبراهيم بقوله يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إيه معنى قد صدقت الرؤيا يا أخوانا؟ أي قد فعلت ما أمرناك به. هذه معنى قد صدقت، مش قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، أدي قد صدقت الرؤيا، يعني قد فعلت ما أمرناك به، أي قد فعلت ما أمرناك به ونفذت ما رأيته في إيه؟ في منامك، ونفذت ما أرأي. وكل ذلك يدل على صدق إيمانك وعلى قوة إخلاصك. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد فعلت ما أمرناك به، إنا كذلك نجزي المحسنين، أي فعلنا ما فعلنا من تفريج الكرب عن إبراهيم وعن إسماعيل، لأن سنتنا اقتضت أن نجازي كل إنسان على حسب إيه؟ على حسب قوة إيمانه، فإن كان قويا في إيمانه استجبنا له وقدمنا له من الرحمة ما قدمنا. إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء هنا بمعنى إيه يا أخوانا؟ الاختبار والامتحان. إن هذا لهو البلاء المبين، أي إن هذا الذي ابتلينا به هذين النبيين الكريمين، أب يذبح إيه؟ ابنه، تنفيذا لرؤيا رآها في المنام. جاء الفرج من الله يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد فعلنا إيه؟ قد فعلت ما أمرناك به. إن هذا لهو البلاء المبين، أي إن هذا البلاء الذي ابتلينا به هذين النبيين الكريمين لهو إيه؟ البلاء الواضح والاختبار الظاهر الذي يتميز به من؟ قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. إن هذا لهو البلاء المبين. بعد ذلك بين سبحانه فضله على سيدنا إبراهيم وفضله على سيدنا إسماعيل، فقال وفديناه بذبح عظيم. وفديناه اللي هو مين؟ لو سيدنا إسماعيل، وفديناه افتداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. الذبح هنا بمعنى المذبوح، يعني فديناه بمذبوح عظيم بكبش من الجنة، وفديناه بذبح عظيم،
أي وفدينا إسماعيل بمذبوح عظيم في هيئته وفي قدره، لأنه من عندنا وليس من عند غيرنا. هذا الذبيح اللي هو فدى الله به سيدنا إسماعيل ده من عند من؟ من عند الله. وفديناه، الضمير هنا يعود إلى مين؟ إلى الله عز وجل، مش أنا ولا أنتم ولا فلان اللي ابتدى، لا، ده الله. الله عز وجل هو الذي قدم هذا المذبوح العظيم لمين؟ لسيدنا إسماعيل ولسيدنا إبراهيم، لأنهما شكر الله ونفذ أمر الله عز وجل. وفديناه بذبح عظيم، أي وفدينا إسماعيل بمذبوح عظيم في هيئته وفي قدره، لأنه من عندنا وليس من عند غيرنا. قيل افتدى الله عز وجل نبيه إسماعيل بكبش أبيض أقرن عظيم القدر، هذه معنى وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أي ومن مظاهر فضلنا وإحساننا وتكريمنا لنبينا إبراهيم أننا أبقينا ذكره الحسن في الأمم التي ستأتي من بعده. أدي معنى وتركنا عليه في الآخرين. سيدنا إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى وقال واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، أي اجعل يا ربي من فضلك علي أن كل مؤمن أكون له أنا قدوة حسنة. هذه معنى وتركنا عليه في الآخرين، أي ومن مظاهر فضلنا أننا أبقينا الذكر الحسن في الأمم التي ستأتي من بعده لسيدنا إبراهيم. وجعلنا التحية والسلام منا لمين؟ ومن المؤمنين عليه إلى يوم الدين. سلام على إبراهيم، أي كل المؤمنين يقولون الأمان لإبراهيم لأنه نفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ومثل هذا الجزاء نجزي كل محسن. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك كهذا الفضل نجازي كل محسن، نجازي كل محسن، كذلك نجزي المحسنين إنه اللي هو مين؟ سيدنا إبراهيم، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم يقول سبحانه بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.